لما بنيجي نحكي عن عالم الجواسيس وبنتكلم هنا في مصر عن الأبطال اللي قدمونا كتير، زي مثلا رفعت الجمال، جمعة الشوان، أشرف الطحان، في أبطال كتير جدا، بطل عملية الزيبق، ناس كتيرة جدا. ولكن لما نتكلم كمان عن أهم واحد في مكافحة التجسس وهو سمير الإسكندراني، لما نتكلم عن سمير الإسكندراني فإحنا بنتحدث عن واحد صاحب واحدة من أكبر عمليات التجسس مش في تاريخ مصر بل في المنطقة كلها، أو يمكن واحدة من أهم عمليات التجسس أو مكافحة التجسس في العالم كله بدون مبالغة. سمير الإسكندراني ابن الحاج فؤاد الإسكندراني اللي اتولد في منطقة وعاش في منطقة شعبية جدا في القاهرة في الغورية، ونشأ وترعرع على والده الحاج اللي كان تاجر موبيليا، ولكن في نفس الوقت لما كان فوق السطوح بيحب الندوات الثقافية وقعدة الطرب والحاجات الجميلة. كان ياخد ابنه سمير وسامي وهم صغيرين ويصلي بيهم في جامع سيدنا الحسين، مطلعه على أسس من جواه. ولذلك سمير الإسكندراني طالع رغم موهبته بصوته، ورغم انه هو رائع جدا في الرسم ايضا، ورغم تملكه في قوة عالية جدا في القاء وفي اللغات، الا انه كان عنده الاصول. لذلك سمير الإسكندراني حتى لما اتنقل مع اهله وراحوا على شارع عبد العزيز، شارع عبد العزيز ده كان حاجة ايه زمان، يا ما هنا يا ما هناك، انت بتتكلم في مكان كان بيسكنه كتير جدا من جنسيات مختلفة، يونانيين طلاينة ومن كل الجنسيات، وأيضا كان فيه اليهود. سمير الإسكندراني اتولد في سنة 1938، ولذلك هو نشأ في ثقافات مختلفة بين هنا وبين الجاردة وبين الجاردة، وكان عنده قدرة عالية جدا، ودي ملكة من عند ربنا، على العلاقات الاجتماعية والتشعب الاجتماعي. حتى حب بنت اسمها يولونيا، ولكن للأسف الشديد ان يولونيا رغم ان هو لما حبها حب كل حاجة ايطالية عشانها، لدرجة ان هو اراد ان هو يتعلم اللغة الايطالية ويتقنها، وراح ايطاليا عشانها، الا انها حبت فرناندو وسابته وقالت له مع السلامة. ومن هنا كان سمير الإسكندراني طلع في بعثة للدراسة ولتكملة دراسته في بيروجيا في إيطاليا، ومن هنا كانت بداية عالم سمير الإسكندراني مع عالم المخابرات. معكم أخوكم محمد عاصم، ما ننساش ندوس اللايك على الفيديو واشتراك بالقناة. السلام عليكم واهلا بكم. سبق واتكلمت قبل كده في وقت وفاة المرحوم الله يرحمه البطل سمير الإسكندراني، لما توفاه الله اتكلمت مع حضراتكم في الوقت ده عن سمير الإسكندراني، ولكن بملخص وبإيجاز بسيط. كان الفيديو كله بتكلم عن ملخص القصة بوفاته بكل حاجة في 9 دقايق، وحسيت ان انا قلت يدوبك بريف بسيط جدا، ولكن هذا البطل يستحق ان احنا نتناول الحديث عنه بشكل اكبر، علشان تعرفوا يا جماعة دي مش قصة عادية ولا قصة نمطية، لا ده قصة مختلفة مميزة. سمير الإسكندراني لما درس في إيطاليا وذهب هناك وكان بيدرس، كان بيدرس في بيروجيا وبيدرس هناك الأدب الإيطالي وبيدرس، ولكن لأنه هو كان بيغني حلو، كان صوته حلو، وكان مطلع على الثقافات، على الغنى، الرسم، كان بيرسم حلو جدا، ولأنه كان في الجامعة متولي الأمور دي فهو كان تحت العين. يعني لما تيجي تسأل نفسك كده، هو اشمعنى سمير الإسكندراني ده اللي الموساد حط عينه عليه؟ علشان هو أول حاجة كان ملفت للنظر، وكان تحت العين، يعمل حفلات من جنسيات مختلفة يروحوا له يقولوا له سمير احمل لنا الحفلة دي، غنينا في الأغنية دي، وكان بيرقص حلو جدا، وكان بيغني بلغات مختلفة ببراعة شديدة جدا جدا. فلذلك كمان غير كده كان عنده انفتاح، كان عنده انفتاح للثقافات، للشعوب، ما عندوش مشكلة في ان ده دينه ايه وده دينه ايه، فعنده مبدأ المواطنة موجود عادي جدا، ما فيش اي مشكلة. ومن هنا
كان محطوط تحت العين لان هم اعتقدوا ان هو واحد منفتح، يعني معناها سهل بقى ان احنا نشتريه وسهل جدا، ومش فاهمين كويس سيكولوجية المجتمع المصري. ولذلك سمير الاسكندراني في مرة من المرات كان في الجامعة ولقوا هو بيلعب بلياردو واحد عمال بيبصله هنا وهنا وهنا وهنا، فسمير اتعرف عليه قال له انا سمير من مصر، قال له انا سليم من مصر. ايه ده معقولة؟ اهلا بالاحضان سليم. قال له انت بتعمل ايه؟ قال له ده انا بدرس هنا. وسمير قال له انت بتعمل ايه؟ قال له ده انا سايح هنا. ولكن سليم ده معرفه انه هو من مصر وانه هو اصلا من بولاق. ركز بقى في الكلام كده لان الكلام عمال يشعشع. بيتعرف مع سمير وكلمة في حدوتة، وطبعا سمير كان ليه صاحبته سويدية وكان أخوها وهم كانوا صحابه، وسمير عرفهم ببعض ودخل سليم في الجروب وبقوا بيخرجوا مع بعض. فسليم بيقول له إن أنا مرة في الأول يعني قال له أنا بدرس إلكترونيات في إنجلترا، والمفترض إن سمير هنا، الكلام ده بقى بنتكلم في عام 58 وسمير مولود 38 يعني عنده 20 سنة وبيدرس في الجامعة، لكن سليم ده كبير في السن، ده فوق 30 سنة، بيدرس ايه وهو عنده 30 سنة؟ شيء غريب جدا. فبيتكلموا مع بعض ومن الواضح جدا ان سليم ده هو السبوتر، هو الصياد، هو اللي بيختار ده ينفع جاسوس وده ما ينفعش وده ينفع، وهو اللي بيفلترهم ويسلموا بعد كده على ضابط الحالة، ضابط الاتصال، ايا كان. المهم دايما يا جماعة الشخصيات دي بتلاقيه واحد مش ممل، ده واحد جذاب جدا، وواحد عنده القدرة على العلاقات الاجتماعية العالية، وعنده القدرة رغم انه هو عدوك، وحتى لو انت فقسته وعارف انه هو عدوك، الا انه عنده القدرة العالية جدا انه يجذبك بشخصيته وبلبقته وبثقافته. مفيش جاسوس بيقولك ان انا جاسوس، ولا واحد صياد جواسيس هيقولك ان انا صياد، بيعرفه كويس قوي يصطادوا في الماء العكر. المهم سمير ابتدى من حاجات معينة يخشى ويخاف من الشخص ده، بمعنى انه هو عرفه ان انا بدرس الالكترونيات وفي انجلترا، ولكن الفلوس اللي كان بيدفعها ويعزمهم كانت كتيرة جدا، يعني كان بيدفع حوالي 300 او 400 الف ليرة في السهرة الواحدة، بكلمك في سنة 58، 300 الف ليرة يعني تعادل تقريبا في الوقت اللي كان فيه ده 300 جنيه. سمير كان بياخد من الجامعة كله على بعضه 35 الف ليرة اللي هو ما يعادل تقريبا 35 جنيه اللي هما كانوا بيكفوه الشهر كله. تخيل سليم ده بيعزمهم في سهرة وبيصرف 10 اضعاف الضعف في سهرة واحدة. طالب ايه ده اللي بيجيب الكلام ده ويسيبه ومعاه كاميرا ويقول له ده انا هغيب يومين ثلاثة ويرجع ويقعد اسبوع؟ سمير يقول له انت كنت فين؟ يقول له ده انا كان عندي شغل. شغل ايه اللي عندك ده؟ انت مش بتقول لي؟ قال له انا بتاجر في السلاح. سلاح ايه؟ قال له لا، السلاح اللي هي الادوات والكاميرا دي اللي هو بيسيبها له اتاريها علشان يشوف سمير حياته ماشية ازاي. ما هو سمير معاه كاميرا فبالتالي هيقعد يصور، فالافلام دي هيطلع عليها سليم. الشغل عالي قوي قوي زي ما بقول لكم. وبرضو من الحاجات اللي خلت سمير ان هو ينتابه الشك انه في مرة من المرات وهو خارج معاه وقع عند كافيه، فالويتر جاي عليهم وبيقول لسليم مستر روبرتو، روبرتو روبرتو ايه، ويتناقش معاه سليم يلاقيه انه هو قوي جدا في السياسة والثقافة والأبعاد الاجتماعية والأبعاد السياسية والشرق الأوسط. ففي مرة سليم قال له بقول لك إيه، أنت فعلا عايز أنك أنت تقعد في أوروبا هنا وتستقر؟ قال له آه. قال له نعرف واحد ده راجل له نفوذ كويسة جدا، هو هيجي من ألمانيا، فأنا هسيبك تقعد معاه وتتكلموا أنتوا مع بعض وتتناقشوا مع بعض. المهم سليم راح مدي لسمير فلوس وقال له تلبس بدلة علشان هيئتك تبقى كويسة. فسمير مستغرب، بدلة ايه ده؟ انا طالب في كلية، البس له بدلة ليه؟ ولكن على كل حال عرفه بالراجل الالماني ده، ومن هنا سليم دوره اختفى تماما، دوره اختفى وهو سايب سمير الاسكندراني وعنده حاجات شك كتيرة جدا. قال لي ان هو مصري، ويتضح بعد كده عرفت من واحدة تانية صاحبتنا ان هو امريكي، وما ينفعش في وقت الرئيس جمال عبد الناصر ان واحد مصري بيحمل الجنسية الامريكية، ما تركبش ابدا، يقول لي ده يطلع ده. فابتدى من هنا سمير الاسكندراني يشك ان دولة يهود.
المهم قابل الراجل الألماني اللي هو المفترض ان هو راجل أعمال، اتعرف بيه على انه جوناثان شميرت. جوناثان ده قاعد ياخد ويدي معاه في الكلام وبيقول له بقولك ايه، انت ايه رأيك في نظام البكبشية اللي موجودين بيحكموا مصر؟ قال له دول ديكتاتوريين. فسمير انت لما تسمع الكلام ده، معنى ان سمير بيقول له ديكتاتوريين، ده انا عايز اقولك ان سمير مولود بالفطرة واتولد على انه واحد جاسوس من قبل ما يتدرب خالص، ده فهم الناس دي رايح على فين وبقى بيطوعهم وبيجاريهم. كان سمير كمان معاه اخوه اللي اسمه سامي، وهو كان بيدرب سباحة في النمسا، وكانت بيروجيا ساعات اخوه سامي بيقابله في ايطاليا في بيروجيا. فالمهم هو هيقول لاخوه على كل حاجة، ولكن بعد اللقاء اللي هو بينه وبين جوناثان، جوناثان قال له يعني انت شايف ان الحكام اللي بيحكموا دولت؟ قال له دولت واحد واثنين وثلاثة وناس ما تنفعش وديكتاتورين، كلمة في حدوتة. جوناثان لقى ان سمير ده ينفع انه يكون جاسوس، وقال له بص احنا هنعمل مع بعض عقد، احنا اصلا منظمة اسمها منظمة البحر الابيض المتوسط، واحنا ضد الشيوعيين، ولذلك ان احنا منظمة عايزين نسترد حقوق اليهود اللي اتخذت من بعد سنة 56 اللي عبد الناصر اممها، واهم حاجة ان الموضوع ده يكون في سرية. وعملوا مع بعض عقد، تخيلوا، والعقد ده يكتب ان هو طبعا منظمة وكذا وكذا، وابتدى يدرب سمير على الحبر السري وجمع المعلومات، لدرجة انه بقى بيدربوا على حاجات استخباراتية عالية جدا، ازاي ان هو من بعيد كده يعرف بتقديرات وبتدريبات معينة بالنظر المسافة من هنا لحد هنا قد ايه، القاعدة العسكرية دي مساحتها قد ايه، الدوشم دي سمكها قد ايه، ازاي يكتب الحبر السري، دفتر الشفرات، ازاي يخبي الحاجة، ازاي يراقب، ازاي يهرب من المراقبة، ازاي يعمل كنترول على المراقبة، حاجات اتعلمها على مدار وقت طويل. وجي في الاخر جوناثان وقال له عليك انك انت تروح في مصر وتتطوع في الجيش، وخد بالك احنا هندي لك مرتب عالي جدا، بل بالعكس كمان. قال له انت مش رايح تقابل اخوك اللي جاي من النمسا؟ وراح مديله ظرف فيه حوالي 5000 دولار، تخيلوا مبلغ كبير جدا. فهو قعد يتفسح هو واخوه سمير وبقى بيصرف، وجي في اخر يوم وسمير قال لاخوه سامي على كل حاجة، قال له خد بالك في واحد اتنين تلاتة، فسمي قال له كمل وما تخافش، ولازم اول ما تروح مصر تبلغ على طول الرئيس جمال عبد الناصر. وسامي راح رايح على النمسا، وسمير مكمل مع اليهود وكمل التدريبات بتاعته وركب المركب وراح على مصر، ووصل الاسكندرية. من الاسكندرية ركب عربية اجرة ووصل القاهرة، بيخبط على البيت بيفتحوا له، ما دخلش بقى لا سلام ولا الكلام ده خالص، وشه شاحب. ملك يا ابني ده انت حتى ما سلمتش علينا، فيك ايه؟ بيقول لابوه كده بصوا اللي هو اللي انا جاي تعبان ولا اي حاجه، قال لهم بصوا الشنطه دي فيها حبر سري وفيها دفتر شفرات وانا اتحطيت جاسوس. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ قال لهم بصوا واحد اتنين تلاته والكلام ده ما ينفعش. ف حاول سمير ان هو يتصل برئاسه الجمهوريه، لقى ان الموضوع مش هينفع خالص، يوصل ازاي للرئيس جمال عبد الناصر؟ فابوه الحاج فؤاد الاسكندراني كان يعرف واحد ضابط في المخابرات العامة، لان الضابط ده راح يشتري من ابوه موبيليا، ابوه تاجر موبيليا والضابط ده راح يشتري من عنده موبيليا، فكلمة في حدوتة اتعرف بالضابط ده فكان خد رقم تليفونه. المهم طبعا زمان كانت التليفونات الارضي، اتصل عليه وبيقول له ازيك عامل ايه، انا ابني بس كده عنده 20 سنة وهو في ايطاليا وحصل معاه موقف وهو عاوز يحكيه لك. فسمير بيحكي له لقى الضابط ده ها 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 لا لا ما تاخدش في بالك، فحس ان الضابط مش واخد الكلام بجدية. فسمير قال له بعد اذن حضرتك انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، انا مهم ان انا اشوفك. قال له ما انت تعالى لي في فيلا في مصر الجديدة، قال له لا انت لازم تقابلني في جروبي، قدامك قد ايه؟ قال له الساعة 6، قال له خلاص هتقابلني في جروبي اللي في شارع سليمان باشا اللي هو شارع طلعت حرب، وهيبقى معاك واحدة تبقى على اساس انها مراتك، وانا هبقى سابق قبلها بعشر دقايق وبقلب في شوكولاته، ونتقابل جوه جروبي على اساس ان هو الموضوع ده بالصدفه. فالضابط سمع الكلام، ايه ده انت متدرب؟ ابتدت تتغير لهجه الضابط، لا
وفعلا الساعة 6 بالظبط اتقابلوا في جروبي، والظابط معاه واحدة على أساس إن هي مراته، وكانوا حتى طلعوا بره جروبي وكانوا راكبين عربية ساعتها فيات 1300 بيضاء. فضلوا يمشوا من شوارع لشوارع، نزلوا غيروا ركبوا عربية سودة، راحوا على فيلا. هناك راح مقابله بواحد جسمه كده مليان شوية. ها احكي لنا فيه ايه؟ قال لهم لا انا مش هحكي حاجة غير لما قابل الراجل اللي انا بثق فيه. طب مين الراجل اللي انت بتثق فيه؟ قال لهم جمال عبد الناصر. ازاي هتقابل جمال عبد الناصر؟ مش هينفع. كلمة في حدوتة لمدة ساعتين، يحاولوا معاه يمين يحاولوا معاه شمال، والراجل اللي مليان شوية ده يحاول معاه يمين يحاول معاه شمال، مفيش فايدة. في الاخر راحوا مديله رقم تليفون، قالوا له امسك رقم التليفون ده لو في اي حاجة كلمنا، وسابوه لمدة 28 يوم. في 28 يوم سمير كان حاسس انه هو متراقب، بل انه نتيجة التدريبات اللي اتدربها على يد الموساد كان على ثقة انه متراقب. فتخيلوا كان بيعمل ايه؟ كان ينزل الصبح يركب اتوبيسات ومن هنا لهنا، وكان يهرب من المراقبة ببراعة، عايز يأكد للمخابرات المصرية ان هو متدرب وبيعرف يهرب من المراقبة كويس قوي. وهو كان الغرض في اخر اليوم على الساعة 3 يروح عند قصر عابدين عشان يحاول يقابل الرئيس جمال عبد الناصر، ولكن ما كانش بينفع. في نفس الوقت بعد كل المدة دي ما كانش طبعا لسه راسل الموساد، ولكن بعد 28 يوم المخابرات المصرية استدعيته وقالوا له بص بقى احنا عايزينك تحكي لنا كل حاجة. وراحوا واخدينه في عربية وودوه على فيلا وقابل فيها الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا. وكان اتاري الراجل اللي هو اللي مليان شوية ده كان صلاح نصر رئيس المخابرات، هو اللي قابله في المرة الاولانية وهو اللي خده علشان يقابل بيه الرئيس جمال عبد الناصر. طبعا في خلال 28 يوم كانوا درسوا كل حاجة عن حياة سمير الاسكندراني وعن اهله وعن ابوه وعن امه وعن حياة سمير الاسكندراني في ايطاليا، وتأكدوا ان معلومات سمير الاسكندراني صحيحة 100%، بل ان سمير كلم ابوه وقال له هات الشنطة. ابوه راح على الفيلا وجاب الشنطة وفتحوها وقال له ده دفتر الشفرات وده الاحبار السرية. ومن هنا كانت الخطة بتاع سمير الاسكندراني ان هو يبتدي بمعلومات من المخابرات المصرية ان يرسل لهم فعلا معلومات صحيحة، وبالفعل بقى بيرسل لهم معلومات صحيحة ويأكد لهم بالمعلومات دي علشان يثقوا فيه اكتر واكتر. المهم بعد فترة بقى بيقول لهم انا عايز فلوس، انا محتاج فلوس. ليه؟ علشان من الفلوس يوصلوا الخيط. وبالفعل قالوا له بص لازم انك انت تاخد صندوق بريد. اخد صندوق بريد لنفسه، اكتشف ان هو بيتحول له في اظرف 3000 دولار، والغريبة ان الفلوس دي متحولة من داخل مصر. يعني معنى كده ان في شبكات تجسس كتيرة موجودة هنا داخل مصر. وفعلا على مدار وقت سنتين ونص يا جماعة بحكي لكم استدراج لمدة سنتين ونص، الموضوع كده ما بيجيش من يوم وليلة. في خلال السنتين ونص كان راح إيطاليا وكان اتعرض على جهاز كشف الكذب، وكان اتدرب هنا في مصر قبل ما يقعد على جهاز كشف الكذب، وكان واخد مرتبة كويسة جدا في الموساد، وهو بيمارسه وهو والمخابرات المصرية عملية خداع كبيرة علشان يعرفوا يوصلوا لكل الخيوط والأطراف إلى الموساد اللي موجودين هنا داخل مصر. في نفس الوقت كان طبعا مفروض في أفلام أنا صورتها، والأفلام دي مش هينفع أن أنا أخرجها برضو مهما يكن هتتكشف. فجابوا له واحد اسمه موسى، ضابط في الموساد شاطر جدا، بمجرد ما جه هنا في مصر اتقبض عليه، وبقت المخابرات المصرية بتخلي موسى ان هو يراسل شبكات الموساد دي على اساس ان هو كويس وبخير بنفس الشفرات اللي هو متفق عليها ان هو بخير. طبعا بعد اختبارات واكتشفوا ان في اسكندرية في اشارة لاسلكية، اكتشفوا ان كان في 6 شبكات تجسس كاملة، منهم ناس في وظائف، منهم ناس اجانب، 6 شبكات تجسس كبيرة جدا، منهم واحد في جروبي كان جرسوه. المفروض ان جمال عبد الناصر بيعمل الحفلات، فجروبي هي المسؤولة عن الاكل والشرب. الجرسوه ده كان المفروض انه معاه سم هيحطه لجمال عبد الناصر ويقتل جمال عبد الناصر، سم بطيء يقتله على مدار 6 شهور. كل شبكات التجسس دي وقعت، وكان قبل ما تقع كان في ضابط في المخابرات المصرية راح جاب اخوه سامي حماية ليه، لانه ما كانوا عارفين ان الموساد هيعمل عملية انتقامية. وفعلا لما سقطت الست شبكات كانت فضيحة مدوية جدا على اثرها،
استقال وقدم استقالته مدير الموساد إلى بون غوريون شخصياً، ودي كانت أقوى عملية إسقاط شبكات تجسس مع بعض قدر يقوم بيها الله يرحمه البطل سمير الإسكندراني، اللي رفض تماماً كل الإغراءات اللي في أوروبا، كل حاجة كانت ممكن متاحة ليه، ولكن هو شاف إن بلدي مفيش حاجة أبداً تتقدر قدامها. ربنا يرحمه ويحسن إليه. شكراً جداً على مشاهدة حضراتكم للفيديو. السلام عليكم.